بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله تعالى إن شاء الله هنشتغل مع بعض النهاردة، أو هنعمل مع بعض النهاردة برفيوم أو عطر أوبن. عطر أوبن ده من العطور الرجالية، يعني عطر رجالي، وعطر رجالي يعني قوي وكلاسيكي هو، وتمنه يعني على قد اليد، تمنه يعني وسط، ما هوش غالي يعني. الزيت ال 8 جرام فيه في الزيت العطري بتاعه معقول يعني. دايما اغلب الرجاله وبالذات الناس اللي هي يعني بتكون مثلا في الذهب المساجد او كده، دايما بتاخد معاها او بتكون حاطه عليها دايما عطر اوبن. عطر اوبن هنشتغل في ازازه 100 مللي، الازازه دي حجمها 100 مللي، وهنشتغل التركيز اللي هنشتغل بيه هيكون تركيز 20%. واحنا قلنا قبل ما بنشتغل في اي حاجه يا جماعه بنكون محددين حجم الازازه اللي هنشتغل عليها، احنا قلنا 100 مللي. طيب التركيز اللي احنا هنشتغل عليه قلنا 30%. طيب انا عندي الازازه 100 مللي و30%، يعني 30% انا دي هتاخد 30، الازازه دي هتاخد 30 مللي من الزيت العطري. واحنا قلنا دايما برضو على اساس ما فيش حد ياخد في الكلام، بنسهل الامور وبنخلي دايما الشغل بالحجم، يعني بوحدات الحجوم اللي هو مللي لتر يعني، فبنقيس بالمخبار ويعني وبنخفف على الناس وبنخفف وما بيكونش في مشاكل، وبلاش الايه الميزان، لان الجرام هتفرق عن الجرام هتفرق عن الملي لتر، يعني عن الحجم، يعني عن السنتيمتر مكعب يعني، لان ما فيش الا في الميه بس، الماء المقطر او الماء هو جرام اللي بيساوي 1 ملي في الميه، انما بالنسبه للعطور الجرام بيساوي 1.2 ملي، يعني في حدود كده يعني، يعني فعلى اساس الناس ما ايه ما فاحنا بنقول نستسهل، فبنقول نستعمل بالايه بالمخبار المدرج اسهل من الميزان او بسرنجة عندي. طيب الخامات اللي هشتغل عليها ماء مقطر، هشتغل مع مثبت اللي هو الجليسرين، هشتغل في الزيت العطر نفسه اجيبه من مصدر موثوق منه، وكن حد هشتغل بكحول الاسايل، هشتغل بكحول الاسايل. طيب الحاجات الادوات اللي هشتغل بيها طبعا لازم لي ازازه عشان اعبي بيها، ازازه عشان اعبي بيها. طيب ايه تاني لازم لي؟ لازم السرنجه بابره كده، ابره سحب العطور او الكحول الاسايل، ويفضل يكون عندك مخبار مدرج، ده 10 مللي اخره 10 مللي لتر، ده بيجيبه، ده مش غالي في الثمن، رخيص، موجود في اي محل عطور بالجمله بتلاقيه عنده الحاجات دي. يبقى على بركه الله هنشتغل. والعطر ده قلنا عطر رجالي من العطور الممتازه والكلاسيكيه الهاديه، فهنشوف مع بعض ان شاء الله نشتغل هذا العطر اللي هو عطر اوبن، عطر اوبن. طيب هنبدا ناخد المخبار عندي اخره 10 مللي، طب على اساس اخد الكميه انا عايز 30، يبقى هاخد ثلاث مرات من المخبار المدرج ده واحطه في الازازه اللي عندي على اساس يديني يحط لي، يبقى انا حطيت هنا 30 مللي، فبنفك الازازه بالراحه كده على اساس ما ايه ما اخسرش الدنيا، واخد الاول لعشرة مللي من زيت العطري اللي عندي اهو. ادي خدت اول عشرة، ادي اول عشرة مللي من الزيت العطري اللي عندي اهو، وحاخد تاني 100 بالراحه طبعا عشان ايه يعني الدنيا ما تبصش معايا، اخد 10 مللي تانية، ادي كده 20 اهو حطيتهم. يا جماعه اللي بيشتغل في العطور او عايز يعرف عطور، العمليه ما هيش صعبه ولا اي حاجه، بس يكون عندك نيه وعندك هوايه، وبتجيب من حد يكون مصدر موثوق منه، وبدل ما تكلف نفسك يعني بحاجات غالية، انت هتجيب الحاجة بربع التمن، يعني انت هتكلفها ربع التمن بالظبط، على اساس طبعا انت ممكن تجيب الازازة من بره
ب 100 جنيه وب 100 وكذا، لا انت هتجيبها هتعملها مش هتكلفك 50 جنيه. ولو في طبعا مش بتكلم على الازازه، ممكن الازازه الفاضيه يوصل 48 و50 و70 و100 على الازازه الفاضيه نفسها. انت يعني لو عندك ازازه فاضيه في البيت ممكن تملاها بالعطور اللي انت عايزها، هتشتري بس الزيت العطر المصدر الموثوق منه وكحول الاسايل، خلاص انت اعمل انت العطر اللي انت عايزه. خلاص احنا حطينا هنا 30 مللي، خد بالكوا ده التركيز هيبقى برضه عالي، يعني ده 30 مللي، يعني هنا البقيه دي هتكون في حدود 70 مللي على اساس تكمل ال 100 مللي. طيب هنعمل ايه؟ هنحط هنا عندي ماء مقطر، هنحط يعني في حدود 3 مللي او يعني في حدود كده، يعني اللي هو حد بالنقط. برضه بيجيني اسئله يقول لي بيحصل في عقاره لونها ابيض، انا اوريكم برضه حضراتكم هنا اهو، بيحصل لونها عكره لونها ابيض لما باجي احط الماء مقطر في الزيت العطر اهو، بيحصل فيه بيبيض بيديني لون ابيض، بيديني لون ابيض ما باجي احط الماء المقطر على اي زيت عطري، يعني على اغلب الزيوت العطريه بروح قالب له اللون الايه الابيض اللي هو قوام مستحلب. طبعا يا جماعه دي بيحصل فيه في استحلابات في الزيوت العطريه وبيحصل فيه تفاعلات، فبيبدا يديني لون ابيض. هو بعد شويه هيختفي، يعني ما فيش قلق ولا فيش اي حاجه، ده مش عيب، هو بعد شويه هيختفي من نفسه، ما تيجي تحط انت بقى المكونات وكده وتسيبه فتره هيختفي من نفسه. وببدا اضيف حوالي برضو من 3 لـ 4 من المثبت اللي هو عندي هنا الجليسرين، وما بنقولش يعني سر ولا اي حاجه، وما فيش حد يعني ايه يقول لك انا مش عارف ايه، وهي مش كيمياء، الناس بتنتوه الناس ونضللها ونبدا نحطها ايه حاجات كده، يعني ان احنا بنشتغل في الطاقه الذريه، هي الحاجه بسيطه اللي فاهمها خلاص، ما فيش فيه اي تعيد. احنا ضفنا كده الجليسرين خلاص على ده، ودايما قلنا يا جماعه الجليسرين ده مثبت مثبت مثبت، وبنقول دايما للناس اللي ما درستش كيمياء وتعرف لابد تعرف دور الجليسرين في ربطه مع الميه المقطره مع الكحول الاسايل مع الزيت العطري. وانا قلت لحضراتكم وقعتها في فيديو قبل كده ان احنا هنعمل فيديو عن الموضوع ده ونوضح اهميه او دور الجليسرين في الربط ما بين مكونات البرفيوم او العطر اللي عندي. بعد كده بكمل بالايه بالايه الكحول اللي عندي اهو، بكمل بالكحول اللي عندي، خلاص كملت انا بالكحول اهو اهو، بكمل بالكحول اللي عندي حضراتكم اهو، كمل بالكحول وهبدا انا حضراتكم اهو ارجع الازازه، انا كملت الازازه عندها وببدا اقفل الازازه كويس، وهرج الازازه عندي وهرجها كويس جدا اهو، وبعد ما برجها كويس وكده بحطها في يعني اي حاجه، يعني لفافه ورق معتم او كيس بلاستيك يكون معتم بيحس ان هو غير منفذ للضوء، بحطه بتركه في الفريزر يومين ثلاثه على حسب حضرتك يعني ايه المده اللي حضرتك عايزها، وده بيأثر على الزيت العطر برضه وعلى العطر نفسه، بيطلع عطر ممتاز وما بيكونش فيه اي مشاكل. ده كان موضوع النهارده، لعل وعسى يكون في فضل حضراتكم، اللي هو طريقه عمل الزيت العطري اللي هو اوبن، اللي هو العطر الرجال اوبن، لعل وعسى يكون في افاده لحضراتكم. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.